ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم، هكذا سماه الله يوم عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تعلمون أن أرض المحشر كما مر بنا هو يوم طوله 50,000 سنة، جزء منه الله أعلم أهو الثلثان أم النصف الأخير هو الذي فيه الحساب، وأما الآلاف من السنين الأولى فالناس فيها قيام فقط، الناس فيها قيام على أرجلهم آلاف السنوات. الله أعلم أيمر عليهم 10,000 سنة أم 15,000 سنة وهم قيام، أو أكثر من ذلك وهم قيام على أرجلهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم الناس لرب العالمين، وذكر أنها تدنى الشمس، قال يعرقون حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. لو نزل مطر غزير واستمر على الليالي والأيام ينزل أمتارا، وهذا ينزل عرقهم 70 ذراعا. قال ويعرقون حتى يلجمهم العرق. وجاء في حديث آخر أنهم يعرقون على حسب أعمالهم، يعني السيئة، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وفي لفظ إلى شحمة أذنيه، وإذا وصل إلى شحمة أذنيه فهو اللجام، بمعنى أنه يغطي على فمه. وهذا نؤمن به، فإن الأشياء السائلة في الدنيا لا تتماسك إلا بحوض يمسكها، وهذا العرق يكون الإنسان فيه في حوض مستقل يقوم العرق بدون جدران تمسكه، كما أمسك الله البحر لموسى حتى مشوا في 12 طريقا، فإن الله يمسك العرق لكل شخص من حوله يكون العرق حوله وهو مغموص فيه كأنه في حوض على قدر عمله. نسأل الله السلامة.